أحسن الله إليكم. معنا اتصال عبد الله محمد، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شكرا الله خير عبد الله معنا، بارك الله فيك خالد. حياك الله. شكرا الله خير يا شيخ. شكرا الله بالخير. نعم. أقول يا شيخ. سم. أنا عندي الوالدة تعبانة وكبيرة بالسن وأنا وكيل لها. أي نعم. شايف كيف؟ بعدين الله يسلمك عندها يعني حساب في البنك، بعد ساعات نحتاج يعني ناخذ منها نصرف علينا وكذا، هل في مشكلة يا شيخ؟ لا تقاعد ولا حساب في البنك يا شيخ. لا تأخذ منها إلا الإنفاق عليها هي خاصة، وأما الإنفاق عليكم لا، ما تأخذ من شيء لكم. نعم. نعم. شكرا يا جزاك الله خير يا شيخ. حياك الله.